في عام 2005 سعى المجلس الأعلى للاتصالات وبالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لإنشاء نظام يربط مختلف شرائح العملية التعليمية ويكون رائدا في دولة قطر والمنطقة بشكل عام. ومن هنا كانت شبكة المعرفة المدرسية الكينت كهمزة الوصل بين جميع الشركاء في العملية التعليمية. شبكة المعرفة المدرسية هي بيئة تعليمية تفاعلية تضفي على التعليم صبغة خاصة تجعله أكثر تشويقا وإمتاعا، وتقدم فرصة للتواصل بين الطالب وأساتذته وزملائه، كما أنها تعد مجالا مفتوحا لإبداع الطلاب. فكم هو جميل أن نرى الطالب متمكنا من مهارات العصر، وكم هو رائع أن نرى المعلمة تتاح له فرصة لتبادل الخبرات والمصادر التعليمية وعاملا مساعدا للتخفيف عنه من أعباء الواجبات. وكم هو جميل أيضا أن نرى الإداري في المدرسة على تواصل دائم مع مدرسته في كل وقت وخارج حدود المدرسة. ولأن شبكة المعرفة المدرسية كالبستان المتنوع الزهور، فقد اخترنا لكم هذا اليوم باقة من 4 نماذج من استخدامات شبكة المعرفة المدرسية في 4 مدارس قطرية، هي مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، مدرسة الوكرة الثانوية للبنين، مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين، ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية للبنين. ولأن الحديث قد يطول، فقد ارتأينا أن نعرض شذرات من هنا وهناك لاستخدامات شبكة المعرفة المدرسية، آملين لكم الوقت الممتع والمفيد، وشاكرين للمجلس الأعلى للاتصالات دعمهم المتواصل وجهودهم الدؤوبة لخدمة العملية التعليمية في قطر الخير.